بسم الله الرحمن الرحيم. لا يكاد يوجد بيت يخلو من النقاش والحوار حول الأزمة الاقتصادية. في كل مكان، في الشارع، في المنتديات، في البيوت، في الأماكن العامة، الناس تتحدث عن جنون الدولار وغلاء الأسعار. طبعا ما حدش يقدر يلوم الناس، هذه حياتهم وهذا وضعهم، وأمالهم العريضة كانت أكبر من ذلك بكثير، وكان سعيهم الدؤوب الستر، أن يجدوا الستر في نهاية الأمر. يدركون تماما أن هناك أوضاعا صعبة عكست نفسها علينا، يدركون تماما أن 25 مليار دولار خرجت من البلد فأخلت بالاحتياطي الاستراتيجي النقدي اللي نزل ل 33 ودلوقتي طلع ل 34 وشوية. الناس تعرف تماما حجم الأزمة وأبعادها، وإحنا بنعذر الناس، ما حدش بيلوم الناس ولا بنلوم أي رأي وطني ينتقد ويطرح حلول ويتساءل في حسرة. الناس دول أبناء مصر، ده الشعب المصري الأصيل، دي الناس الشجيانة التعبانة اللي ملهاش حاجة في الدنيا دي سوى البلد، ملهاش لا أجندات سياسية ولا عندها باسبور تسافر بيه برا، دبلوماسي ولا غير دبلوماسي، ولا عندها مكان برا ولا عندها حسابات برا. الناس الطبيعيين أبناء مصر، الغلابة والطبقة المتوسطة وحتى ميسوري الحال، كل الناس دي فجأة وجدت نفسها تعبانة جدا. لكن اللي يطمنك ولما تدخل على مواقع التواصل الاجتماعي تحس ان الناس دي حريصة على بلدها، بتتألم، بتتوجع، ولكن بالتأكيد لديها يقين بأن ما يحدث هو مؤقت، لا يمكن أن يستمر الحال هكذا، وإحنا عندنا بشاير بدأت تظهر، وكل إنسان بيتمنى لبلده إنها تعدي من الأزمات دي. صحيح الأزمة مش علينا إحنا بس، على دول كتير، لكن إحنا وضعنا الاقتصادي وظروفنا الصعبة والارتباك الذي شهد المشهد بالتأكيد كان له انعكاساته السلبية. الفترة دي مش فترة ثبات في سعر الدولار، كل يوم هنلاقي سعر للدولار والذهب. النهاردة سعر الدولار 29 جنيه و54 قرش، نزل عن امبارح 4 قروش، ونزل عن اول امبارح 3 جنيه و10 قروش، لانه كان سجل اعلى سعر 32 جنيه و60 قرش. الذهب زيه زي الدولار رايح جاي، النهارده سعره 1850 جنيه للجرام، بعد ما كان تجاوز من يومين 1950 جنيه. بالنسبة للسلع في ارتفاع حاد للأسف في السلع، بالرغم من الاستمرار في الإفراج عن السلع المتراكمة في المواني. محتاجين رقابة شديدة في الأسواق، محتاجين كل الدولة تتكاتف وكل الناس تاخد موقف أمام هذا الذي يحدث. صندوق النقد أكد في بيان أن مصر قادرة على سداد ديونها الممولة من الصندوق، وأن القدرة على السداد تتماشى بشكل عام مع القرارات التي اتخذتها الدولة المصرية. الصندوق كمان أشار إلى استقرار الاقتصاد الكلي المصري واتخاذ خطوات في الإصلاحات الهيكلية وتحسين الموازنة العامة والخارجية. عندنا بصيص أمل، عشان كده لازم نبقى متفائلين حتى واحنا تعبانين، حتى واحنا موجوعين، لان دي بلدنا. اللي حصل امر صعب، وزي ما قلت لكم امبارح اللي حصل جزء منه خارجي وجزء منه داخلي. احنا عايزين نعدي الازمه دي، وبعد كده كل المقصر لازم يتحاسب. مفيش حد ارتكب جرم في حق هذا البلد يتساب ولا يتساب. في ناس لخبطت الدنيا، وفي ناس اتخذت قرارات
لا يمكن أن تتوافق مع المصلحة العامة للبلد. هو حد يفكر أن البلد دي ملهاش صاحب، صاحبها هو الشعب المصري، الشعب العظيم اللي وقف ومشي وشالها على كتافه، الشعب اللي كان شاهد على فترة فوضى عشناها وعشنا مشاكلها وعشنا أزماتها وقدمنا تضحيات كبيرة، وكان الجيش وكانت الشرطة القوى الصلبة اللي تصدت وواجهت وبتقدم شهداء لغاية النهاردة. السيسي ما استلمش مصر سويسرا، حاول واجتهد وبدأنا نبني بلدنا ونعمل بنية تحتية وتصرف فلوس كتير، 7 تريليون. انا ما كنتش اتمنى ان ده كله يحصل بالشكل ده مرة واحدة، لكن الوضع والصورة اللي كانت عليها مصر، احنا كنا دولة تأكلت مؤسساتها، بنيتها التحتية مفيش، اوضاعها صعبة، كأننا كنا نبني دولة من جديد، وبدأنا نبني دولة من جديد. الظروف ما خدمتناش رغم معدلات النمو اللي حققناها واللي وصلت ل5.6% قبل كورونا، وكان في صعود وجات كورونا وعملت مشكلة، وجات الأزمة الروسية الأوكرانية وعملت المشكلة الأكبر، فمشيت الأموال الهوت ماني، الأموال الساخنة اللي كانت عندنا مشيت، فعملت لنا خلل وعملت لنا مشكل حقيقي. إنما احنا من زمان بنقول يا جماعة ركزوا على الصناعة وركزوا على الزراعة، شوفوا مشاكل الصناع وشوفوا مشاكل الزراع، ودوا القطاع الخاص مزيد من الميزات عشان يعرف يلعب دور مهم ويقدر يساعد في تنمية الصادرات اللي واصلة دلوقتي حوالي 32 مليار دولار، وبالمواد البترولية أظن حوالي 43 مليار دولار. أي إعلامي فينا وهو بيتكلم بيتكلم بضمير الوطن، أي إعلامي صح يتكلم بضمير الوطن، بمعنى حرص على مصالح الشعب وحرص على الدولة المصرية. الأنظمة رايحة جاية، مفيش حد ثابت، لكن الدولة دي باقية، مؤسسات الدولة دي باقية، لازم نحرص عليها. أنا بقولش كلام إنشاء، أنا بقول واقع، واللي مش عايز يشوف ما يشوفش، ولا هيشوف ولا هيكون موضوعي أبدا. أنا مش هطلع أقول كلام وشعارات وأضرب ودغدغ العواطف. احنا بنتكلم، وانا اتكلمت في مجلس النواب اكتر من مرة وقلت وحذرت من حاجات كتير قبل كده، بس ده مش وقت الشماتة ولا وقت ان احنا نزايد على بعض، لا، ده وقت الموضوعية. ايوه في خطأ، ايوه في مشكل حقيقي، ايوه في معاناة للناس، بس في بلد وفي انجاز تحقق على ارض الواقع. اللي مش شايفه مش عايز يشوف حاجة ابدا، لكن جات لنا مشكلة في النص، ازاي نتعامل مع المشكلة دي؟ ازاي نقف بكل قوة وجسارة دفاعا عن بلدنا، عن وطننا، عن ترابنا، عن ارضنا، عن اولادنا، عن احفادنا، عن حاضرنا، عن مستقبلنا. انا بطلب من كل مصري عنده ضمير وما اكثرهم ان يطرح على نفسه هذا السؤال، هنعمل ايه؟ هل نقعد نغني على جنب كده، ولا نقعد نشتم، ولا مطلوب الآن نفكر ونحط إيدينا في إيدين بعض عشان نعدي الأزمة دي، وناخد من الأزمة دي الدروس والعظات والعبر. ده مش وقت البطولة على حساب الدولة، ولا وقت الترند على حساب الشعب، ولا وقت كلام الإنشاء اللي لو جابوك وقعدوك مكان أي إنسان هتواجه المشاكل دي وهتواجه ظروف جاية لك من برة أنت مش طرف فيها. احنا بلد احتياجاته كبيرة مش قليلة، احنا بنستورد ب90 مليار دولار، احنا علينا فوائد ديون لازم ندفعها، احنا عندنا مشاكل اجتماعية جامة، احنا عندنا مؤسسات لسه بنبني فيها، احنا عندنا اوضاع اقتصادية عايزين نقف عنها، احنا عندنا زراعات بنحاول نعمل تكافؤ وتكامل وإمكانية تحقيق كل ما نستطيع تحقيقه
عشان ناكل لقمتنا بايدينا، فنتحكم في قرارنا وفي حياتنا، ولا عايزين لصندوق النكد الدولي، ولا عايزين للعالم اللي ملهوش هدف الا خراب البلاد، البلد تلو الاخر. عشان كده انا برجو من الحكومه انها تساعدنا ايضا احنا كشعب، وحتى احنا كاعلاميين في رسالتنا. ما انا بنزل وبواجه الناس وبشوف الناس وبقابل الناس وبشوف حالتنا وحالة اهلنا. احنا مش بعاد عن الناس. انا من بلد من قنا في جنوب الصعيد، وبنزل لاهلي بشكل مستمر وبقعد معاهم وبشوفهم وبشوف احوالهم، وبتحسر على احوال الناس وتعبها وزهقها ومشاكلها الاجتماعية والاقتصادية الكبيرة. لكن احنا امام واقع، واقع مر وصعب، فرضت علينا ظروف كتيرة من بره ومن جوه. هل نغلق الابواب على انفسنا ونقعد نغني ونقعد نبكي ونقعد نهد في الدنيا، ولا نفكر ازاي نعمل ده؟ ازاي يا حكومة تقدري تقفي مع الشعب في الوقت ده بكل قوة؟ وازاي يا شعب تحط ايدك في ايد بلدك عشان الدنيا تمشي؟ انا حاطط شوية اقتراحات، اتمنى لكل مسؤول بيسمعني انه ياخدها وياخدها بحسن نية، لاني انا مواطن بعبر على مواطنين في الاعلام وبقول كلامهم. لازم اولا نعمل اغاثة عاجلة للفقراء والمهمشين، نعمل برامج حماية اجتماعية زيادة عن المبالغ اللي بتقدم، ننقذ الناس، نقف معاها شوية قدام جنون الأسعار. اتنين، لازم نشوف حل نرفع العبء عن الطبقة المتوسطة، هذه الطبقة التي اكتوت، هذه الطبقة التي تآكلت، هذه الطبقة التي دفعت الكثير. هذا واحد بيخده 6000 ولا 7000 ولا حتى 10000 جنيه هيعمل بيه ايه؟ عارف ياكل؟ عارف يدفع كهرباء؟ وما ادراك ما الكهرباء؟ هيدفع ميه؟ هيدفع سكن؟ وقس على ذلك مدارس غيره وغيره، مواصلات غيره وغيره. في ما تاخدش ربع المبلغ ده؟ ما بيحصلش. فاحنا محتاجين الطبقه المتوسطه يرد لها الاعتبار. نشوف اي اجراءات تقدر كل الجهات المعنيه تحاول تقعد وتجتمع، نعمل خطة إنقاذ نسند بها الناس، نستر بها الناس إلى أن تتحسن الأحوال. الدولة عليها مسؤوليات، ومسؤوليات كبيرة. أنا عايز نفكر سريعا يا جماعة في إن احنا ننتهي من قانون البناء الموحد، قانون التصالح على مخالفات البناء، مفروض خلال الأيام الجاية تعمل ماشي. إنما الأهم والأخطر قانون البناء الموحد. إحنا لينا 4 سنوات الناس متعطلة وقاعدة ببيتها وقافلة عليها بيوتها. طب ليه؟ طب ليه؟ حد يقنعني، اقنعيني يا حكومة. ليه إحنا قانون البناء الموحد لغاية دلوقتي ما طلعش؟ موجود في مجلس الشيوخ، بس لسه في إحدى اللجان. كل يوم بيعدي المقاولين والمرتبطين بمهنة البناء بيزداد تعبهم وفقرهم ومشاكلهم وأزماتهم. وأنا ضربت أمثلة قبل كده بناس راح تدور لها على أي شغلانة في توك توك ولا في غيره، ولا إن شاء الله يشتغل عامل أجري. أكتر من 135 مهنة مرتبطة بده. طب يا حكومة أنا أعذرك في حاجات، بس دي أعذرك فيها إزاي؟ وصوتنا اتنبح اتنبح. فأنتوا يا بتحترموا الرأي العام وتحترموا الإعلام، يا إما ده ما بيحصلش. دي خطوة مهمة جدا تخفف على النظام عبء أزمات كتيرة جدا، تخفف على الدولة عبء أنظمة كتير، تخفف على الناس، الناس اللي قاعدة في بيوتها، البناء اللي توقف تماما. طب ليه؟ عاوزين ننهي التعقيدات الإدارية، التعقيدات الإدارية اللي بتطفش أي حد، اللي الواحد ينزل عشان يحل مشكلة يطلع متعقد. لازم يبقى في إجراءات عنيفة في مواجهة أي حد بيكفر الناس ويطفشها من حياتها. لا، كفاية بقى.
كفاية الفساد الإداري اللي تحت ده موجود، مفيش حاجة تقضيها إلا إذا كنت تاخد فوق الدرج، ما بقاش في الترابيزة، ما تبقاش فيه درج دلوقتي. لازم نشوف إجراءات، لازم ناخد قرارات. إحنا في حالة حرب، إحنا يا جماعة في حالة حرب. نوقف أي ضرائب جديدة أو أي رسوم جديدة، لأن الناس ما عادش عندها ما يساعدها. بنتمنى نخلص ونفرج عن مستلزمات الإنتاج اللي موجودة والمواد اللي موجودة والحاجات اللي موجودة في الجمارك. الرئيس قال من فترة اعملوا كذا وكذا، وافرج عن حاجات فعلا، لكن في حاجات لسه موجودة. اليوم بسنة ما ينفعش، عايزين نعدي، عايزين ناخد إجراءات غير تقليدية نخلص الناس من هذه الأزمة. عاوزين نشدد الرقابة ونفعل دور الأجهزة الرقابية، جهاز حماية المستهلك، مباحث التموين، الجهات المعنية، ينزلوا ويشوفوا إيه اللي بيحصل ونقدر نقف على حقيقة ما يجرى. مش معقول أنا أشتري سلعة من تاجر والتاجر اللي جنبه بسعر تاني واللي جنبه بسعر تالت، وبعد ساعة أو ساعتين الأسعار بتتغير وترتفع ولا تنزل. استمرأوا هذا الأمر، في ناس استمرأت هذا الموضوع. لازم ناخد موقف من تجار الأزمات، لازم يبقى في إجراءات قوية شعبية ورسمية ضد اللي بيعملوا ده. لازم يا جماعة ندي أمل للناس. الشعب المصري بيعيش بالأمل وعايز دايما يحس إن صناع القرار معاه على الخط. يعني مثلا أنا إزاي بطلب إن الشغل يشتغل والدنيا تتم والناس تجري وحركة المحافظين واقفة وعدد كبير من المحافظين قاعد ساكت مستني، مش عارف يا عيني قاعد ولا ماشي، فبيستنى. طب ليه؟ مع ان الحركه جاهزه وموجوده. طب ليه؟ لازم نغير بعض اصحاب المناصب اللي اثبتوا فشلهم في الفتره الماضيه. لازم يبقى في حركه في الشارع. كل الناس يا جماعه احنا معاكم وبنغير وبنودي. ولا الناس دي كلها فرضت علينا الى الابد؟ ما ينفعش. لازم نشيل العقبات اللي بتعترض الاستثمار والمستثمرين، واي حد يكون عنصر طارد للاستثمار لازم يسيب مكانه ويتحاسب، لان في ناس بتتعقد عارفه تاسس شركه ولا عارفه تدخل استثمار، ولا انا عندي الظروف الطبيعيه رغم كل كلام القياده السياسيه اللي تجذب الناس للاستثمار. ده في مستثمرين مصريين للاسف لما بيطلعوا او بياخدوا موقف او بيعتزلوا او بيقفلوا بيدوا رساله سلبيه للمستثمر الاجنبي. لازم نعرف ده كويس قوي. لازم نسال نفسنا ليه مش ناجحين في جذب المستثمر. لازم نسال. لازم نطلق القيود التي تعرقل القطاع الخاص من اداء مهامه. لازم. انت عايز استثمار وعايز فلوس وعايز اموال وعايز عملة اجنبية، نوفر البيئة. احنا عملنا البيئة التشريعية وعملنا البنية التحتية، لكن الجهاز المتشبس البيروقراطية اللي بتعقد اي حد ما زالت هي اللي بتحكم حركة الاستثمار، وانا مش عارف ده ليه يعني. وعشان الجو العام يمشي كويس، أنا عايز بسرعة يبدأ الحوار الوطني في استدعاء الناس وسماع رأيهم. لازم أفعل الحوار الوطني وأطبق قراراته. ده حوار دعا إليه الرئيس من سنة، ما يقارب السنة. هو لسه مجلس الأمناء هيقعد يجتمع ويبحث ويناقش وإحنا داخلين على السنة التانية. طب ليه؟ ليه؟ عشان إيه؟ ما نجتمع واقعد واسمع الناس في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وعندي لائحة وعندي مدونة سلوك، ورئيس الجمهورية قال انا هحضر. احنا عايزين نشوف القرارات ونفعلها. في ناس بتغالي، ماشي اوكي، يترد عليها، تتسمع ويترد عليها. انما مطلوب بالفعل ان انا اعمل ده. ليه؟ عشان كل الزهور تتفتح. أنا عايز كل مؤسسات المجتمع المدني ترجع تاني،
احزاب نقابات كله يرجع تاني ونتفاعل، يبقى في مشاركه سياسيه حقيقيه، يبقى في امل لبكره، يبقى انتخابات مجلس النواب الجايه يبقى فيها انتخابات حره وجاده حقيقيه. ما يجيش مجلس النواب الا اللي ينتخب من الشعب. عايزين ده. عايزين نوصل الى نتائج بصراحه تضع مصر على طريق الانطلاق. مش احنا قلنا مصر ام الدنيا وهتبقى قد الدنيا؟ احنا عايزين ده. احنا عايزين ده يتحقق. احنا عايزين نشجع الزراعه والصناعه، وقلنا ده 1000 مره. يا جماعه اقعدوا في اسمعوا الصناع. ويمكن اتعمل اجتماع اليومين اللي فاتوا مع اتحاد صناعات وده كويس، وتم اعتماد حوالي 50 مليار جنيه لمعوقات الصناعه وفك ازمه العماله وغيره، كويس. عايزين بقى ده يستمر. عايزين نسمع الناس ونسمع مشاكلهم وتتحل المشاكل اول باول اول باول، ونشوف ايه العقبات اللي موجوده وايه اللي بيمنع الناس من انها تحقق مطالبها بكل يسر وبكل سهوله. احنا لو قدرنا نعمل ده هننطلق. لو فضلنا مكتفين الدنيا بمشاكل وتعقيدات من فئات كتيره احنا كده خلاص. لازم نعرف ان الشعب المصري ده شعب ذكي، ولازم نعرف ان الشعب المصري ده ما بيسكتش على اي ظلم موجود في اي هيئه او مصلحه، ولازم نعرف ان انين الناس عالي وكبير. وانا الكلام اللي بقوله ده لمصلحه الدوله المصريه، وانا بقوله من قلبي ومن وعي بحقائق التاريخ اللي احنا عشناه على مدى سنوات طوال. لما بنسمع الكلام ونسمع صوت الشعب بنقدر نبني بلدنا بشكل كويس، وبنقدر ننطلق للامام. لكن ما يبقاش رئيس الدوله في وادي والاخرين في وادي، كل واحد شغال بمزاج، ما ينفعش. خطه قويه لإنقاذ البلد، خطة قوية للخروج من المأزق الراهن. وإحنا عندنا الإمكانية وعندنا البنية التحتية وحققنا مشروعات وإنجازات ما كانش ممكن تتحقق في عقود من الزمن، اتوجدت واتبنت بجهد وكفاح المصريين ومؤسسات الدولة المصرية. طب إيه اللي ناقصنا؟ أيوة ناقصنا ننطلق، ناقصنا نحط ايدنا على الجرح، ناقصنا نستبعد اي حد بيعرقلنا في مهمتنا، ناقصنا نلم الناس حوالينا، نحتوي الناس، نسمع رجال الدولة، نسمع الناس اللي تعبانة وشقيانة، نسمع اصحاب الاراء الوطنية حتى ولو اختلفنا معهم. نقدر في اللحظة دي نعيد بناء أشياء كثيرة جدا. أخطر قضية هي قضية الثقة والولاء. إذا لم تتواجد الثقة، إذا الناس كرهت كل حاجة، أعرف إن ده خطر على الدولة وخطر على كيان المجتمع. أعرف تماما إن البلد دي فيها من العقول وفيها من الناس وفيها من البشر ما يستطيع أن يبني دولا وليس دولة. واحنا بنشوف المصري لما بيطلع بره بيعمل ايه، وبنشوف الكوادر لما بتطلع وتتمسك بمهنيتها في مناطق كثيرة ودول كثيرة ازاي الاخر الاجنبي او العربي بيتمسك بيها. لازم نعرف ان احنا امة عربية نتكاتف مع بعضنا البعض. لازم اخواننا العرب يعرفوا ان الامن القومي هو كل لا يتجزأ، كلنا امة واحدة. بنعاني بنعاني، لكن دايما مصر بتقدم ايدها للجميع، للاشقاء وللبشر في كل مكان، لان ده يعني دورنا المحوري واحنا ما بنتجملش على حد، بالعكس اشقائنا وقفوا معانا وبيقفوا معانا دايما، وما نقدرش ننكر ده باي حال من الاحوال. على كل حال معنا دكتور محمد اليمني الخبير في العلاقات الدولية والاقتصادية. دكتور محمد مساء الخير، يعني أريد نظرتك ورؤيتك للأزمة التي نعانيها وكيف نتعامل معها، وتقديرك عن فهم الرأي العام للتداعيات والمخاطر التي نواجهها.
اولا تحياتي لحضرتك استاذ مصطفى، سعيد يعني بالظهور مع حضرتك ده اولا. ثانيا خلينا نتكلم ونجزأ الازمه الاقتصاديه التي تمر بها مصر، ولكن في عجاله سريعه حضرتك تسمح لي. لان الحرب الروسيه الاوكرانيه اثرت على اكثر من 169 دوله، واكيد مصر من 169 دوله. هذه جزئيه وما زالت هذه الحرب يعني تلقي بظلالها على الامور الاقتصاديه الداخليه العربيه وخاصه مصر. هذه جزئيه. اما الجزئيه بخصوص الازمه التي تمر بها مصر، بكل بساطه استاذ مصطفى نستطيع ان نقول انه تكمن ازمه مصر الاقتصاديه والسلعيه وغلاء الاسعار في الدولار. اذا توافر الدولار رخصت الاسعار، لان مصر تستورد استاذ مصطفى اكثر من 85% من احتياجاتها بالدولار والعملات الاجنبيه الاخرى. لابد من المواطن المصري يفهم ذلك جيدا، لان الحكومه عليها كاهل كبير. نعم عليها كاهل كبير، عليها ان تتحرك في المسار الصحيح وفي الحلول الجذريه او الحلول قصيره المدى، نعم او طويله المدى، نعم، ولكن لابد من ان المواطن يفهم ذلك. هذه ايضا جزئيه. اما الجزئيه الاخرى وهناك ازمه في تدبير الدولار بالبنوك، لذلك تظهر السوق السوداء ويرتفع سعر الدولار، لانه مثل اي سلعه كلما نضرت كلما ارتفع سعرها مع زياده الطلب عليها. هذه ايضا جزئيه. ولكن النقطه التي لابد ان نتكلم عنها، لدى لا حل لمصر سوى توفير الدولار، وذلك اولا، هذا اولا. ثانيا عن طريق الاقلال من استيراد السلع المختلفه وتوفير بديل لها محلي. هذه نقطه، ولكن لابد ان اتوقف هنا. كما تعلم استاذ مصطفى والساده المشاهدين يعلمون، كان مصر تستورد من اوكرانيا، خاصه اوكرانيا، باكثر من 50% من القمح. هذه نقطه مهمه جدا. اما النقطه الاخرى، ولن يكون ذلك سوى من خلال نهضه تصنيعيه كبرى اخيرا علمت الدوله فوائدها فاتجهت اليها، مع تنشيط الزراعه وزراعه الالاف الاسمده الجديده بمحاصيل نستوردها مثل الفول الصويا والذره الصفراء، ناهيك عن القمح الذي كنت اتكلم عنه منذ قليل. هذه ايضا جزئيه. ولكن الجزئيه التي لابد ان اتكلم عنها مهمه جدا، هي مراقبه الاسعار. مراقبه، لابد من وزير التموين الحالي ان يتحرك في الاسواق، ان يعني هذه الاسعار ترتفع من يوم الى ثلاثه ايام. هذا السعر كان مثلا 5 قروش، بعد يوم واحد فقط، ليس اسبوع ولا شهر، زاد اكثر من 10 جنيهات. فهذا امر خطير للمواطن المصري. هذه ايضا جزئيه. ولكن استاذ مصطفى، وتراهن مصر على 5 مصادر رئيسيه لجذب ايرادات دولاريه تساهم في تمويل التزاماتها لاستيراد السلع اللازمه وتمويل عمليات الاعتمادات المستنديه للقطاع الخاص وسداد التزاماتها الدولاريه خلال العام الحالي المالي الجاري، وذلك بخلاف القروض والتمويلات المرتبطه بقرض صندوق النقد الدولي. وهذا استاذ مصطفى عليه كلام كثير، لانك انت تعلم بان الدين المصري لصندوق النقد الدولي زاد باكثر، يعني انا اتذكر في عام 2022 شهر 6 او 7 جاء تقرير بان الدين المصري كان 157 مليار دولار، الان تجاوز هذا الرقم وبقى اكثر من 164 مليار دولار. هذه ايضا جزئيه. وكما تعلم بان مصر اقدمت على اقتراض باكثر من 3 مليار دولار، ودفع باكثر من 347 مليون دولار. هذه ايضا جزئيه. ولكن توفير الدولار استاذ مصطفى، لان هي دي النقطه الجوهريه، ستحصل مصر خلال العام الحالي على شريحة ثانية من قرض صندوق النقد الدولي الذي كنت أتكلم عنه منذ قليل، والذي بالفعل تمت الموافقة عليه. ولكن لجأت مصر
للاستعانة بصندوق النقد الدولية حينما بدأت مفاوضات في مارس الماضي وطلبت تمويلا لدعم مصادرها الدولارية التي تضررت منذ الحرب الروسية الأوكرانية. فلهذا السبب نتكلم كثيرا، وبعض المحللين وبعض المراقبين وبعض الاقتصاديين يقولون بهذا النص لابد من العقلاء، لابد من وقف إطلاق النار، لابد من التسوية الروسية الأوكرانية. ولكن جاءت وجهة نظر أخرى تقول بأن ارتفاع الدولار ليس له علاقة بالحرب الروسية الأوكرانية. ولكن أقول له لماذا أو كيفية هذا؟ لأن هذه الحرب ليست في المعركة الداخلية على أرض المعركة في داخل أوكرانيا، ولكن خارج أوكرانيا. أقول على نقطة وفي عجالة ونرجع إلى الموضوع الأساسية، بأن ألمانيا وأيضا فرنسا في وقت من الأوقات منذ فبراير 2022 كانوا يتبنون سياسة تهدئة، سياسة حل الوسط، وكان على الجانب الآخر سياسة التصعيد كانت متمثلة في الولايات المتحدة وأيضا الجانب البريطاني. الآن الأربعة أستاذ مصطفى هم سياسة التصعيد من الدرجة الأولى وإرسال بأكثر من ملياري يورو بخصوص ألمانيا الدعم الكبير بخصوص الأسلحة، وفرنسا كذلك بالأدوات والتسليح إلى أوكرانيا. فهذا إن دل يدل بأن هذه الحرب لن تهدأ ولن يجلسون على طاولة واحدة. ولكن نرجع إلى النقطة الجوهرية ألا وهي، وعلى رأس المصادر أستاذ مصطفى، هي قناة السويس. هي ثروة كبيرة لدى المصريين، حيث توقع صندوق النقد الدولي، هذا توقع من قبل صندوق النقد الدولي، أن تبلغ إيرادات مصر من قناة السويس لسنة المالية الحالية نحو 7 مليار دولار و400 مليون دولار، مقارنة ب7 مليار دولار في السنة المالية الماضية. هذه أيضا جزئية بخصوص قناة السويس. نعم. أما بخصوص السياحة فيتوقع صندوق النقد الدولية أيضا أن تبلغ إيرادات مصر من السياحة خلال العام المالي الجاري 11 مليار دولار. نعم. بزيادة 1 مليار دولار، العام الماضي كان 10 مليارات. نعم. دولار. نعم، أشكرك دكتور محمد اليمني الخبير في العلاقات الدولية والاقتصادية، وطبعا وجهة نظر متفائلة، ولكن نتمنى بالفعل أن نرى مصادر الدخل بالعملات الأجنبية تكبر عن هذه الأرقام، وده متوقف على التصدير. حقيقة قضية التصدير قضية أساسية وجوهرية ولابد من التركيز عليها. كل اللي أنا عايز أقوله أنه يعني على الحكومة أن تفتح حوار حول المحاور اللي أنا طرحتها واللي غيري بيطرحها، وإن احنا زي ما أنا بقول احنا في مركب واحدة، يا المركب دي عدت وبإذن الله هتعدي، لأنه مفيش خيار تاني غير إنها هتعدي وهنخرج من هذه الأزمة دي بإذن الله بما يعطينا دروس وعظات من الأزمة. وإحنا يمكن في مسألة الاكتفاء الذاتي، ودي أكد عليها الرئيس السيسي أكتر من مرة، يتم بشكل كبير جدا الآن، أصبح عندنا اكتفاء ذاتي من الرز والسكر، وإن شاء الله موضوع القمح البلد ماشية بيه بشكل كويس. نتمنى بالفعل إن احنا يعني أكلنا يبقى بأيدينا من داخل مصر، مش محتاجين للاستيراد من أي حد تاني. لكن أيضا علينا في كل السلع الكمالية إن احنا نوقف استيراد السلع الكمالية، الحاجات اللي احنا مش عايزينها احنا مش محتاجينها بأي حال من الأحوال. نحن نحتاج بالفعل إلى الضروريات، السلع الاستراتيجية الأساسية اللي نقصانها بيعمل مشكلة في الشارع المصري. احنا لو توفرت هذه السلع بالتأكيد الأسعار هتتراجع كثيرا. وعايز أقول لكم في نفس التوقيت اللي احنا بنتكلم فيه، هناك اجتماعات تعقد للبحث في تفاصيل كثير من هذه الأطروحات، ازاي نتغلب على الأزمة، ازاي نوفر الدولار. وبدأت تتدفق عندنا من أول امبارح دولارات فعلا حصل، وده يمكن سبب ثبات سعر الدولار عند أو تراجع سعر الدولار ليصل إلى المبلغ اللي أنا قلته 29.54، وإن شاء الله ينزل تاني في الفترة المقبلة. لكن لازم بالفعل الكل يكون حاسس بالأزمة، الكل مدرك لأبعاد الأزمة، ويبقى دايما السعي إلى احتواء الأزمة واحتواء المضارين مسألة أساسية. بتمنى أن الحكومة تقدم في الفترة المقبلة على تقديم
المزيد من إجراءات الحماية الاجتماعية بما يحمي الناس وبما يستر الناس. فاصل ثم نعود إليكم مرة أخرى. يرقد حاليا في المستشفى الزميل والصديق العزيز حمدين صباحي، ومنعت عنه الزيارة وفقا لتصريح أحد الزملاء. جمعتني صداقة وعلاقة بحمدين صباحي منذ عقود طويلة من الزمن، ربما منذ أن جئت إلى القاهرة في نهاية السبعينات. قد نتفق وقد نختلف، ولكن بالتأكيد لا أحد يزايد على وطنية حمدين صباحي. هذا الرجل الذي كانت له وجهات نظر متعددة، وكان واحدا من كبار الناصريين الذين دافعوا عن التجربة الناصرية لعقود من الزمن ولا يزال. أتمنى الشفاء العاجل للأستاذ حمدين صباحي، متمنيا له بطول العمر والاستمرار في مسيرته وفي رؤيته، حتى وأن اختلفت معها، ولكن في النهاية لا أحد يستطيع أن ينكر أو يحجب الحديث عن وطنية شخص مثل حمدين صباحي. وصلتنا شكوى من المواطنة لمياء زكريا محمد من سكان حلمية الزيتون بالقاهرة، تقول إنها حصلت على قرار من محافظة القاهرة بإزالة ورش الدوكو ومنور مخالف بالعقار الذي تسكن به بالعنوان 3000 شارع النواوي سابقا الآن 7 شارع النواوي حاليا بحدائق الزيتون، ولم تستطع تنفيذ القرار مما يعرض حياة السكان للخطر الشديد، حيث أن الجراج المخالف بالعقار أقام مخزنا يحتوي على مواد قابلة للاشتعال وورشة للدوكو. تطلب من السيد اللواء محافظ القاهرة والجهات المعنية تنفيذ القرار حتى لا تتكرر كارثة عقار فيصل الذي احترق منذ عامين بسبب مثل هذه الأنشطة المخالفة. نداء إنساني من المواطن محمد رشاد بمركز البلينة بسوهاج، يطلب إجراء عملية زرع نخاع عاجلة لطفليه، ولا يوجد فصيلة دمهم حتى الآن، ويطلب من وزارة الصحة التدخل لإنقاذ طفليه. الحاصلون على أحكام قضائية بخصوص وظيفة كاتب رابع نيابة إدارية يشكون من عدم تسلمهم العمل أسوة بزملائهم الحاصلين على نفس الأحكام القضائية ممن استلموا العمل في يوليو 2021. وعلى الرغم من أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وفر لهم درجات ووزارة المالية وفرت لهم أيضا الدعم المالي، لم يتم استلامهم العمل حتى الآن، وإحنا بنتوجه للحكومة بهذا الأمر. وأيضا أعود وأكرر مشكلة مؤقتي وزارة الزراعة، حتى الآن ما زالوا ينتظرون قرار السيد رئيس الوزراء الذي وعد به في وقت سابق. بعد قليل نقدم لكم فيلما تسجيليا في ذكرى ميلاد الزعيم الخالد جمال عبد الناصر. الدكتورة هدى عبد الناصر بهذه المناسبة أصدرت كتابا عن والدها، الكتاب يحمل عنوان جمال عبد الناصر سيرة حياة، صادر عن المكتبة الأكاديمية التي تخصصت الحقيقة في إصدار هذه الكتب المتعلقة بالزعيم الراحل، ورحم الله السيد أحمد أمين رئيس مجلس الإدارة الذي رحل منذ فترة. دكتورة هدى عبد الناصر أشارت في كتابها إلى أنها عندما بدأت العمل في هذا الكتاب الذي خصصته لمسيرة والدها كان لديها وقائع لم تنشر من قبل، كلها كانت تتسم بقدر كبير من السرية، ويوجد لديها أكثر من 2650 ورقة كتبها عبد الناصر لنفسه، وهي تعبر صراحة عن أفكاره وعن رؤيته للأمور. دكتورة هدى تقول أنها انبهرت بتسجيلات عبد الناصر مع قادة الدول الذين أتوا إلى مصر من أجل يعني تبادل الرؤى،
وأشارت كذلك في كتابها إلى أنه كيف نجح عبد الناصر في مواجهة التحديات منذ بدايات توليه الرئاسة في عام 1956 مرورا بعدوان 5 يونيو 67، وبالرغم من أن الهزيمة حدثت في هذا الوقت إلا أنه استطاع في فترة 3 سنوات ونصف أن يعيد بناء الجيش. هي كتاب مهم جدا ينضم إلى سلسلة الكتب التي أصدرتها دكتورة هدى عبد الناصر والتي وثقت فيها هذه التجربة التاريخية للزعيم جمال عبد الناصر. هي كلما تأتي ذكرى عبد الناصر في ذكرى الميلاد أو في ذكرى ثورة 23 يوليو 52 أو في ذكرى الرحيل في 28 سبتمبر 1970 أجد قدماي تقودانني إلى هناك، إلى حيث ضريح الزعيم الراحل وضريح السيدة قرينته السيدة تحية عبد الناصر. هناك حيث تقابل الفقراء والبسطاء من البشر، حيث تقابل من جاءوا من دول عربية ودول عديدة إلى هذا الضريح ليقرأوا الفاتحة على روح جمال عبد الناصر. لماذا؟ لأن عبد الناصر الزعيم والقائد كان مخلصا لأفكاره ومبادئه، كان مقاتلا من أجل الفقراء والمقهورين، مدافعا عن تحرير الوطن سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، داعيا للوحدة، مناضلا من أجل القومية العربية، مقاتلا في مواجهة الاستعمار والرجعية. نعم، عرفنا عبد الناصر ونحن صغار، قرأنا كثيرا مما كتب عنه فارتبطنا به، ارتبطنا به ارتباطا اجتماعيا وعاطفيا وسياسيا. نعم، سنوات طوال ونحن نشعر بقيمة عبد الناصر وقدرته وإخلاصه ووطنيته وعروبته وقوميته ودفاعه عن دول العالم الثالث. عندما جاء نيلسون مانديلا إلى هنا، أول شيء فعله أنه زار قبر جمال عبد الناصر. السنوات تمضي والعقود تمضي ويبقى عبد الناصر في قلوبنا وعقولنا، نحبه حبا فطريا، وعندما قرأنا عنه وتأملنا إنجازاته التي تحققت على أرض الواقع شعرنا أننا ما زلنا نعيش في خير جمال عبد الناصر. لماذا يعيش جمال عبد الناصر في قلوبنا ويحتل المساحة الأكبر في عقولنا؟ لأننا نثق تماما في مصداقية جمال عبد الناصر. هذا القائد الذي هزم في 67 هو ذاته القائد الذي أعاد بناء الجيش في حرب الألف يوم، حرب الاستنزاف، هذه الحرب التي مهدت لانتصار الجيش المصري في أكتوبر 73. نعم، رغم الأزمة ورغم الظروف، رغم تحمله مرارة وقسوة الهزيمة، لكنه أبدا لم يفقد الثقة في الجيش ولا في الشعب ولا في مؤسسات الدولة. كان صريحا وكان واضحا وكان مواجها لكل المقصرين ولكل من يتجاوزون عن التكليفات التي كانت تسند إليهم. ظل عبد الناصر بعد النكسة ينتظر لحظة الخلاص من المحتل. كان عروبيا وكان يدرك تماما أن رسالة مصر هي ليست فقط في تحرير سيناء، وإنما تحرير الأرض العربية المحتلة والتي احتلت سواء من 48 أو من 67. عبد الناصر أيها الإنسان العظيم، أيها الزعيم الخالد، ستبقى في قلوبنا وفي عقولنا حتى الرحيل. ستتوارثك الأجيال الجديدة لتعرف أن هناك قائدا وزعيما ومناضلا أعطى لوطنه كل ما يملك، أعطاه حياته
وظل حتى اللحظة الأخيرة يقدم كل ما يستطيع تقديمه. لقد فشلت كل الحملات التي أرادت الإساءة إليك. كنت تقول دائما سأعيش فقيرا وأموت فقيرا، وصدقت في كلماتك. فعندما رحلت فوجئ الجميع أن خزنتك ليس بها أكثر من 1500 جنيه ووثيقة تأمين بنفس المبلغ. كنت دائما مضرب الأمثال، وحتى الأعداء اندهشوا وقالوا هذا رجل بلا رذيلة. هل تعرف لماذا؟ لأنك كنت محبا بشكل حقيقي لهذا البلد، منتميا لأبنائه، تفخر دوما بوالدك الذي لم يكن مرتبه أكثر من 25 جنيها، لكنه استطاع تربيتك أنت وأخواتك بشرف وإيمان. وعندما دخلت الجيش والتحقت بقواتنا المسلحة كنت تدرك رسالة قواتك المسلحة التي انتميت إليها، وكنت دائما تتحدث عن التحديات التي تواجه البلد، وكان لديك إيمان حقيقي بأنك ومعك الشعب ومؤسسات الدولة قادر على مواجهة هذه التحديات وقهرها. ربما كل أحلامك لم تتحقق، ربما كل آمالك لم تجد لها موطئ قدم على أرض الواقع، ولكن ثق أيها الزعيم الخالد أن ما قدمته في فترة توليك المسؤولية كان إنجازا عظيما ونقطة تحول في تاريخ مصر. الذين لا يرون ذلك بالتأكيد لن يروا أي شيء. مضت الأيام، اشتعلت الحملات المزيفة والكاذبة ضدك، قالوا عنك أشياء كثيرة ومتعددة واتهموك وأساءوا إليك، ولكن قدرة هذا الشعب العظيم على الفرز كانت أكبر من كل هذه الرزالات والإدعاءات والأكاذيب. ولذلك يأخذنا الحنين إليك، يأخذنا الحنين في كل أزمة وفي كل مشكل نواجهه محليا أو عربيا، يأخذنا الحنين إلى صوتك وإلى كلماتك وإلى شعاراتك. انظر كيف كان يلتف حولك الناس في كل مكان، انظر كيف كانت تخرج الجموع الغفيرة من الفقراء والمساكين من أبناء الشعب الطيب في كل محافظات مصر ليحتضنوك وليحاولوا دوما أن يقولوا لك نحن معك وحولك. هذا هو شعب مصر العظيم الذي لا يزايد أحدا عليه، هذا هو الشعب العظيم الذي رأيناه في كل أزمة وفي كل مشكل يخرج مدافعا عن الوطن ملتفا حول القائد. إنها لحظات تاريخية مضت، لكننا كأننا نعاني ذات الأزمة الآن ولو بشكل مختلف. ولذلك الرهان على الشعب العظيم والرهان على مواجهة التحديات والرهان على الوقوف صفا واحدا دفاعا عن الدولة، دفاعا عن الكيان الوطني، دفاعا عن المبادئ وعن الثوابت، وعرفانا بكل ما قدم من المؤكد أنه سيبقى أيضا. هذا شعب أصيل، هذا شعب يضرب بجذوره في عمق التاريخ، هذا شعب أبي لديه عزة ولديه كرامة ويعرف تماما معنى الأصالة. أيها المصريون، أيها الشعب العظيم، كان ده صوت جمال عبد الناصر يدوي في الأذان مع ذكراه 150. كأني أرى عبد الناصر يقف في ميدان المنشية أو في بورسعيد المناضلة
أو في فندق هيلتون النيل وهو يحاول أن يحدث المصالحة بين الأردن وبين المقاومة الفلسطينية. كانت اللحظات صعبة، وفي نهاية تحقيق الهدف رحل جمال عبد الناصر. رحل عبد الناصر وخرجت الجماهير من كل مكان تودع الزعيم الذي أحبته وأحبها، تودع القائد الذي ظل مخلصا لها ولمصالحها ولآمالها ولطموحاتها حتى اللحظة الأخيرة. رحل البطل، رحل من أحبناه ونحن صغار، ووقفنا نسرد تاريخه ونحن كبار. يا عبد الناصر أيها الزعيم العظيم، إليك كل التحية، وإلى روحك كل التقدير وكل الاحترام. التحية لك، التحية لك وأنت رحلت عنا منذ عام 1970، لكنك بقيت وستبقى في قلوبنا وفي عقولنا أبد الدهر. أترككم مع فيلم وثائقي عده الزميل وليد الحمادي عن الذكرى 500 على ميلاد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.